هنا باش المعلومات اللي باش نعطيها لك باش نعتمد على بيان الجمعيه التونسيه لطب الاطفال راسها الاستاذ محمد دعاج اللي هو في نفس الوقت رئيس لجنه التحقيق في الفاجعه هذه. دونك المأساة صارت على اثر تعديه المحلول او المصل المغذي للرضع اللي يرقدوا في الانعاش عبر الاورده بطبيعه الحال يتعدى عبر الوريد، والمصل هذا على ما يبدو انه كان ملوث ببكتيريا على اغلب الظن حسب الملاحظات الاوليه هي بكتيريا وبكتيريا مقاومه. البكتيريا المقاومه هذه ذاك علاش سمعتوا برشا حديث على حاجه اسمها الانفكسيون نوزوكوميال. الاهم حاجه انا ما هيش شنو هي الانفكسيون نوزوكوميال وغيرها، اهم حاجه نقول لك الجرثومه حاشاكم نتاع النوزوكوميال هي جرثومه شرسه وقويه جدا وغالبا ما تكون اقوى من المضادات الحيويه ومن الامكانيات نتاع المستشفيات في العالم اجمع. انا لهنا نحب نشير لحاجه مهمه ياسر في الحادثه اللي صارت مؤخرا مع الرضع الله يرحمه. ينجم فما امكانيه ضعيفه هي لمحاله، لكن فما امكانيه انه الدواء بيدو الدواء مش بريميرا صلاحيته ماهيش متجاوزه، لكن ينجم يكون في الشان نتاع صناعته ما تمتش مراقبه التعقيم نتاعو. ممكن هذايا باش تحسن فيه لجنه التحقيق. ممكن التحضير نتاع الدواء اللي هو زاده مرحله فارماسيوتيك معناتها مرحله صيدليه يكون فيه تلوث. الشامبر بلانش اللي يصير فيها التحضير نجم تكون متلوثه. لهنا علاش نستند للتقرير اللي خرج في 2015، يجب حسب النورم انه الشيء يصير تحت اشراف صيدلي معناتها مختص في الامور هذه. في 75% من الحالات ما عندناش صيدلي يشرف. في 12.5% من الحالات فقط يتم مراقبه الجوده نتاع التركيب هذايا ونتاع الدواء. في 75% من الحالات ما يتمش مراقبه فاعليه التعقيم. التعقيم ينجم يكون ديفيكتيو علاش؟ على خاطر الجراثيم هي كائنات حيه قادره على التطور، قادره على اني تغلب لي برودوي نتاع ستيريليزاسيون في مرحله معينه تتطور. نظفوا المره هذه برودوي هذا غدوه به هو غدوه به هو البكتيريا تتطور وتولي تريزيست عليه وتعيش. فهمتني؟ دونك سي ان بروسيسوس كومبلكس على الاخر يلزم مراقبه لا ستيريليزاسيون. لهنا العون اللي باش يدخل سواء طبيب او صيدلي او تقني باش يدخل يخلط الدواء عاطي ثقه 100% في الشامبر بلانش نتاعو، لان الاداره سيبوزي تكون ستيريليزتها. يلبس هو على روحه ويمشي يعمل ستيريليز يعمل الميلانج. اذا كان الغرفه هذه غير معقمه حتى هوائها المكان هذا حتى الهواء نتاعو غير معقم بطريقه 100% فعاله، الجرثومه باش تتعدى في الدواء. وكي نقول الجرثومه تتعدى في الدواء في الوريد عباره حقن لسم حكم بالاعدام. هو راه جرثومه اوسبيتاليير جرثومه مقاومه تتعدى في العرق راهو الموت تقريبا لا مهرب منه. في 2013 نائب رئيس المنظمه التونسيه للاطباء الشبان كان يشارك في عمليه قيصريه لامراه، كان هو مساعد جراح، قص الضوء والجنراتور ما يخدمش، المراه كرشها محلوله ظلمه، نحى الواحد نتاعو شعل البورتابل تورش تاع البورتابل للجراحه اللي معاه باش تكمل هي تولد المراه وصورها الحكايه وهبطها في لي ريزو سوسيو. تعرض لعديد العقوبات وجدت من وقتها الفكره نتاع ان نصوروا الناس الكل تضامنا مع هو كذلك زاد تضامنا مع الحقيقه، لانه فما برشا ناس تحب تقبرها الحقيقه هذه وتعتبر انه ما يلزمش يخرج الشيء هذاك للناس، والناس هذه بوسكو شادين دي بوست عقلية بن علي قبل نتاع توفا بيان لا فيون روز باش يقعد شادد بلاصتو باش ما يقلقش المسؤول اللي فوقه. وهذه التوري موجودة العقلية هذه على فكرة، وقت اللي يقعد مدير قدام وزير لا أمورنا كل مريق لا لباس، علاش؟ لأنه كان يقول له عندي مشاكل تو يبدلوا، لأنه الوزير بيدو ما يعينوش شكون يقلقوا فتترى على خاطر ليه في حاجات أخرين. دونك احنا المرة هذه بعد الكارثة هذه واللي مش أول كارثة وإن شاء الله تكون آخر كارثة نتمناه ولكن صعيب ياسر، بعد الكارثه هذه قررنا اون كونسونتر مجهودات التصاور اللي عملناهم والشهادات نتاعنا اللي نحكيوهم في وسط جروبنا اون تونك ميدسان قررنا نخرجوهم للعلن للناس. علاش؟ الهدف هو احراج المسؤولين، لان الناس كل في بالهم والمسؤولين في بالهم، المسؤولين في بالهم قلنا لهم في الاجتماعات، قلنا لهم في الاجتماعات العامه في المسيرات ومشينا لهم بالالاف قدام الوزاره وهزينا شعارات اللي تقول لهم معناتها راهو سبيطاراتنا خاربه، تقول لهم رانا محتاجين للدعم محتاجين اليد الغير مرتعشه اني تشد السيكتور هذايا، لكن لا حياة لمن تنادي. اليوم يلزمنا نحطوا الناس قدام مسؤوليات المواطن قدام مسؤوليته، هاو الشيء قدامك احنا هنا الطب هنا نفتحوا فيه ما احناش مشاركين في هالأميرتا نتاع مافيا الصحة،
كسرنا قانون الصمت، انت زادت حمل مسؤوليتك كمواطن ووقف معي باش نوقظوا هالمستشفى العمومي، على خاطر انا وانت باش نمشيو في الرجلين كان طاح المستشفى العمومي، عندنا مصلحه فيه احنا المستشفى العمومي، انا كطبيب شاب عندي فيه مصلحه، وهو كمواطن وصغار وعندهم فيه مصلحه المستشفى العمومي. نهار اللي تجي المستشفيات الخاصه لي زوبيتو بريفي اللي على فكره اللي كاين شارج نتاعهم حاضرين، كراس الشروط نتاعهم حاضر، حاجه مازالت ما صارتش، كراس الشروط نتاعها حاضر، واللي موجود ما عندوش كراس شروط. وقت اللي تجي المستشفيات العموميه ما عندناش ديفيز احنا باش ندخلوا نداوي فيها، لان مستشفيات استثماريه ما عندكش فلوس تموت تحت الحيط غادي. بطبيعه الحال احنا وقت اللي نشوفوا اللي الدواء يتهرب، نشوفوا اللي الدواء يتفقد في بلاد، كان تعرف قداش عندنا من لابوراتوار تصنيع ادويه وقداش من ترخيص، احنا راه بالعشرات تنتج الناس الدواء في تونس. وقت اللي نوصلوا ما عندناش دويات حياتيه ونسمع من بعد اللي تم تهريبها الى دول اخرى، اكيد فما مافيا. التهريب نتاع الادويه ما يتمش هكاك، وصول الادويه للارهابيين ما يتمش هكاك، اكيد فما مافيا مسؤوله على الشيء هذا. الارهابيين تعرفوا اللي هما عندهم برشا فلوس ويمولوا بالدولار، ماهمش باش يعطيهم صدقه الدواء، الدواء اللي يخرج لبرا ويتفك من التوانسه ومن حق التوانسه في الحياه، هذاك ماهوش باش يخرج وحده، ولا ماهوش يخرج هكاكا معناتها عن طريق زوج ثلاثه من الناس مشاو شراو كردونه، اكيد فما مافيا كبيره للشيء هذا. بالنسبه زاده للماتريال ميديكال، انا واحد من الناس نعرف اللي ثم بعض المسؤولين صلب المستشفيات عندهم شركات نتاع معدات طبيه اللي يتعامل معها المستشفيات اللي هم يخدموا فيها. يعني انا عندي شركه نتاع معدات طبيه وانا عندي مسؤوليه صلب مستشفى يتعامل مع الشركه نتاعي. سي سو ني با ان كونفلي دانتيري جو فو با سكو سا بو اتر. ما نقولش اللي هو فاسد يا خويا، انت اشرف من الشرف، اما انت تملك شركه وتتعامل معاها معناتها انت يعني الحريف والمزود فرد وقت، ولا الشركه نتاع المدام نتاعك ولا نتاع الوالد نتاعك انت الحريف والمزود فرد وقت، وتحبني ما نحكيش على فساد والشيء هذا على مرأة ومسمع من الحكومه. انا برشا من زملائي السيستم مازال ما بلعناش اوروزمون، نتمنوا ما يبلعناش، خاطر سي تان سيستم تري تري فور كومبلكس، اذا ما يبلعكش يدمرك. الدواء اذا نشوفوا في العالم تجارات المربحه شنو هي؟ المربحه ضمان، معناتها ما فيهاش شك انك باش تربح. مخدرات، سلاح والدواء. والاندستري فارماسوتيك يمكن اكثر من المخدرات والسلاح. لان حياه الناس، والناس نجم تبيع لحمها وتبيع ديارها باش تشري الدواء. الدواء في تونس كان الى حد ما بيان كونترولي بالصيدليه المركزيه، هي اللي تسيطر على كل شيء، تمونوبوليزي كل شيء، تتحمل مسؤوليه في كل شيء. فما ادويه تم تحريرها ولات محرره، سوق مفتوحه فيها، تتنافس فيها للابوراتوار تبيع. لهنا بدات تظهر الهينات، دواء ماهوش افيكاس، دواء فاسد، دواء منتهي الصلاحيه الى غير ذلك. فما اجراءات راهي صارت باش ما نكونوش معناتها ظالمين ولا متعسفين، فما اجراءات صارت، فما دي لابوراتوار تعاقبت، لكن لهنا فما دي لابوراتوار كبار اللي ما يتمسوش. علاش؟ لابوراتوار كبار هذه فيها حتى سياسيين، تملكها سياسيين وتمول في احزاب حاكمه، ما نجم يكلمهم حد الناس هذوما، حتى اذا فسدوا ولا ما فسدوش، واذا احتكروا المرشيات نتاعنا ولا ما احتكروش، مهما كان درجه الفساد نتاعهم. الحكومه صحت التزام مع صندوق النقد الدولي، صحت معه التزام بايقاف الانتداب في قطاع الصحه وعدم انتداب الا عنصر فقط على كل اربع عناصر يخرجوا. يعني هذا شنو؟ سيتان انجاجمون باش نفرغ قطاع الصحه من الكادر البشري نتاعو. والاتفاقيه هذه موجوده، تنجموا تلقاوها على موقع الصندوق، راه فما حد ناكرها، راه 1 بور 4 من هنا ل 2022. والالتزام بتسريح اقصى ما يمكن حسب قانون التقاعد الاختياري هذاك. وديجا عندنا نحن او للمثال واحده من اكبر واكفاء اطباء الاطفال خرجت من سنتر وسيله هذاك بالتقاعد المبكر، وعندها الحق، ما نجموش نلوموها. وقت اللي تقول لي ثلاثه طب كهو يحكموا في ويخدموا على 15000 حاله ولاده سنويا، سي نورمال باش ينهاروا. والسيستم والسلطه تدفع فيهم للانهيار بالسيف، وتدفع فيهم للهجره بالسيف. سوء المعامله احيانا والبيروقراطيه المفرطه تخليك تفد وتمشي، تقول توا انا قريت وتعبت وانا كفاءه، هاني مطلوب في فرنسا، هاني مطلوب في المانيا، علاش نقعد نمرمد في روحي هون؟
والله انا اقول هو ماهوش لصالح القطاع الخاص، هو لصالح بعض البارونات. القطاع الخاص باش يتضرر، باش يتضرر ضرر كبير. ثم بعض اللوبيات ولا البارونات نتاع الفلوس اللي ساعدهم تدمير القطاع العام، لان الناس تحب تربح فلوس وكهو، ما عندهاش رؤيه للبلاد وما عندهاش مستقبل للبلاد. الناس تحب تربح الفلوس وكهو، ما عندهاش ما تشوفش تونس بعد 20 سنه، لانه فاسيلمون هو فلوسه لبرا ودنيته لبرا ويعالج لبرا. سامحني، فمين شكون السياسيين يعالج في تونس في المستشفى العمومي؟ شكون؟ انا حتى لي تشيكاب نتاعهم يعملوا فيه من برا الجماعه. اخي انا واحد من الناس ما عدا البعض، ما نسميه بعض السياسيين اللي شفتهم في المستشفى العسكري. ما فهميش ما سياسيين معروفين هما اللي يعالجوا في المستشفى العسكري، بقيه يعالجوا في الخارج، معناتها ما يعالجوش في مستشفيات ولا يعالجوا في القطاع الخاص. منهم وزير الصحه اللي كان قالها سي عماد الحمامي، وزير الصحه الاسبق، قال اللي هو يعالج في القطاع الخاص. ما ما مش ما مش نكرين شيء هذايا، وانا متاكد اللي كلهم يعالجوا في القطاع الخاص. ماهوش عيب هذايا اذا كان عندك الامكانيه تعالج في القطاع الخاص، لكن انت كيف تشد وزير صحه مهمتك انك ترعى القطاع العام، مهمتك انك تحافظ عليه، لانه 80% من الشعب التونسي يتلقى الخدمه الصحيه من القطاع العام هذاك 80%، وهذا استنشيف الراهو اللي نجم يكون مرشح انه اكثر حسب الوضعيه الاقتصاديه وحسب اللي صاير في الناس توا. شيء في المرشح انه يكون اكثر. اذا ما نتكتفوش الكل، احنا انتوما اعلاميين زيد، انا قلتها في عديد المنابر الاعلاميه ونقولها، ما يلزمكمش تخليوا الدوسي هذا يبرد. واحنا كيف زيد من جهه، والمواطن زيد من جهته، اذا ثلاثه احنا الجهات الثلاثه هذه ما نحطوش يدينا في دين بعضنا، والمره هذه ما نخليوهاش تتعدى كما تعدى اللي قبلها، ما نرجعوش نتلهاو بحياتنا اليوميه وماتشوات الكوره وعركه حافظ والشاهد وغيره، ونتلهاو بالصندي والصحيح، راهو المستقبل مظلم. وانا واحد من الناس ما نراش في المستقبل، راه لي ولادنا وزملائي وزميلاتي قاعدين يهربوا من البلاد، ما نجمش نلومهم للاسف. راه لي سبيطاراتنا قاعده تفرغ من كوادرها، راه لي خيره الممرضين نتاعنا قاعدين يخرجوا للبريفي ويخرجوا لدول الخليج، راه اللي الدوله تتعمد اغراق المستشفيات العموميه بانتدابات لا معنى لها. احنا في مستشفياتنا للاسف عندنا بعض العناصر، صحيح الناس كل من حق العمل، لكن عندنا عناصر ما عندها حتى علاقه بالصحه، عمرها ما قرات صحه وتتكشف على عورات المرضى. يا حياتنا يا فلوسهم، حياتنا احنا ولا فلوسهم هم يحبوا يربحوا الفلوس واحنا نحبوا نعيشوا.